دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم ظواهر مدهشة برنامج تمثيلي أسبوعي يبحث في تفسير الظواهر الغريبة في الكون الإعداد والحوار الدكتور طالب عمران المخرجان المنفذان أمير دياب وفراس عباس ظواهر مدهشة للمخرج مازن لطفي حلقة اليوم بعنوان أغلى من الذهب نشأت في منطقتنا حضارات تميزت عبر العصور وقدمت عطاءاتها للإنسانية فهنا تأسس علم الموسيقى واصطفت جوقات الموسيقيين في معابد سومر وأكاد في 1000 قبل الميلاد تعزف أجمل الموسيقى العذبة المغنات وهنا صغ حمورابي الملك السوري البابلي قوانينه المشتملة على 282 حكما في جميع شؤون الحياة ومن هنا انتقل الفتى السوري قدموس إلى طيبة يعلم الناس مبادئ الألسن وقد نقل إليها الأبجدية من بلاده وانطلق زين من هنا إلى اليونان يرسي دعائم مدرسة عظيمة درس فيها الفلسفة الرواقية وتوصل البابليون إلى أن مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين في المثلث القائم قبل فيثاغورث اليوناني بمئات السنين لقد شعت مدن أوريدو أور أوروك أكاد بابل أشور نينوى ماري ينبور وغيرها من المدن القديمة شعت بالمعرفة والحكمة وانتشر الدارسون فيها يغرفون من ينابيع الإبداع العقلي ووصلت أساطيل الفينيقيين إلى سواحل بعيدة وكان لهم السبق في الوصول إلى الأراضي الجديدة أمريكا وعبور بحر الظلمات إنها أرض الإبداع والحضارات التي نمت وازدهرت وخلفت تراثا معرفيا هائلا ما زلنا نجهل الكثير من أسراره هي ليست قصة عادية وقد يستغربها الناس ولكنها تعتمد على وقائع بدأت في ذلك الصباح الذي كان فيه نعيم وعدد من رفاقه يحفرون استحكامات في الأرض تقيهم القذائف التي يلقيها المسلحون حين عثروا على بضع أوان مكسورة من الفخار فأيقن النقيب نعيم أن آثارا هامة تكمن في المنطقة وأن الحفر غير المنظم يمكن أن يسبب تلف تلك الآثار انتبهوا جيدا لا نريد أن نتسبب في تلف أي أثر
ربما كان جزءاً من مجموعة أثرية هامة. هل نتابع الحفر؟ لم يظهر لنا حتى الآن سوى بقايا فتات. هذه المنطقة محفورة سابقاً، كانت في أيدي أولئك السفلة وردمت حديثا. ربما كان فيها الكثير من الأثار، سرقها السفلة وضعوها، وهذا جزء من مخططات مموليهم، ضرب الذاكرة في هذه البلاد التي تمتد حضارتها في عمق التاريخ. تابعوا الحفرة إذن، إن عثرنا على شيء سنبلغ مصلحة الأثار. هذا أفضل يا سيدي. أجل، منطقة أثرية منهوبة. يا إله السماوات، سأتصل بمحمود صديقي من مديرية الآثار. ألو، كيف حالك يا صديقي محمود؟ بخير سيارة النقيب. بدأنا عملية حفر الاستحكامات، فعثرنا على بقايا آثار منهوبة في المنطقة جيم، بقايا جرار مكسورة. إنها آثار فينيقية، لا شك في ذلك. هي منطقة كانوا يحتلونها ونوهبت كما علمنا. إن عثرتم على شيء أعلموني. إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء. استمر حفر الاستحكامات، وعثروا على بقايا جرار مكسورة وعلى بعض حبات القمح المنتثرة في التراب. وعثر خالد سائق صهريج المياه الذي ترسله القيادة للمناطق القريبة من المعارك لرفض القوات المقاتلة بالمياه، عثر على جرة صغيرة سليمة وشعر أنه عثر على كنز، خباها في حقيبته وهو يتظاهر بالتعب، ثم بدأ يتألم. ما بك يا خالد؟ تبدو متألما فعلا. لا تسمح لي بالذهاب. أنا متعب. طيب، نحن بحاجة للمياه، اذهب واسترح قليلا واملأ خزان المياه في الصهريج. لا بأس، يمكنك الذهاب. لا يبدو وضعه مريحا. تظاهر بالألم وانحنى وهو يتجه صوب الشاحنة، ثم صعد إلى مقعده وانطلق فيها مسرعا. ما رأيك؟ ليس في وضع طبيعي، لم يعجبني تصرفه يا سيدي. قال إنه مريض يتألم، هو يأتي في مهمات إلينا وليس منتميا إلى السرية. اسمعيني جيدا يا سهى، الذي أحمله ثمين جدا كما قلت لك، وقد حملته بطريقة غير شرعية. يا ويلي، مخدرات؟ اصمتي، ماذا تقولين؟ ليست أشياء ممنوعة إلى هذه الدرجة. إذا ماذا؟ خالد، خالد أنا خائفة، قل لي ما الذي تحمله؟
لا تعبث بي. اهدئي اهدئي، سأحكي لك. أنا أستمع، أجل أرجوك. القصة أنني كنت مع زملائي نحفر في منطقة كانت هناك جرار مكسورة. نعم، وما الذي تحمله؟ اهدئي قليلا سأكمل لك. وفي غفلة من عن أعين زملائي عثرت على جرة صغيرة مغلقة، كانت صغيرة الحجم. خبأتها بصعوبة بين طيات ثيابي تحت الإبط، وأنا أتظاهر بالمرض. وقد رآني النقيب وسألني ما بي، فأجبته بأنني أشتكي من صداع مؤلم وأنني مريض، فصرفني. وأين هي الجرة؟ إنها هذه التي لففتها بأوراق الصحف. أريني. ها، حجمها ليس كبيرا، إنها أشبه بكرة صغيرة من الفخار. ربما حوت ذهبا. نعم، وبالتأكيد في داخلها شيء ثمين. ربما نقلنا إلى زمن آخر، زمن لا مكان فيه للفقر والمعاناة. وماذا ستفعل؟ هيا هيا اكسرها ودعنا نرى. كيف؟ قد يأتي أحد الناس إلينا. لندخل إلى غرفة النوم ونغلق الباب. والأولاد؟ إنهم في بيت أختك. اسمع يا سهى، يجب أن تعيديني بأن تكوني في منتهى الحرص. أنا؟ نعم، وإلا نسفنا كل شيء. الحرص؟ بالطبع يا خالد، ماذا تقول؟ هيا 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 لندخل إلى غرفة النوم، تعال. فوق هذه الأوراق. حسنا. أما زالت المطرقة فوق الخزانة هناك؟ طبعا سأحضرها لك. هيا 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 يا خالد، توكل على الله. يا إلهي، ما هذا؟ حبوب من القمح، إنها خالية من الذهب، وليس سوى هذه الحبوب. سأكسر هذه البقايا، ربما كان فيها شيء. إنها تتفتت تحت ضربات المطرقة، لا شيء سوى هذا القمح. غريب، ماذا جرى لأولئك الناس؟ يدفنون هذه الجرة الفخارية المصمتة وليس فيها سوى القمح. هل أريد أن أعرف، هل كان القمح نادرا عندهم لذلك رأينا بقايا قمح؟ طارت كل أحلامنا بالثراء يا خالد. اسمعي، اجمعي هذه البقايا. ماذا نفعل بهذا القمح؟ سنلقيها إلى الخارج، هناك قمح كثير في السوق وهو رخيص الثمن. ثم ما الذي يفيدنا؟ ربما أصبح ساما بعد هذه المدة التي دفن فيها. معك حق. حسنا، لنجمع الجرة. جيد جيد.
سأعود اليوم إلى السرية التي عثرت في منطقتها على الجرة. أحضرت الشاحنة المغلقة، سأملأها بالماء وأعود، وأنا سأهيئ لك الغداء. سأفرغ بقايا الماء الموجود وأملأ الشاحنة من جديد. انظر إلى القمح وبقايا الجرة المكسورة. يا حسرتي، كان من الممكن أن نصبح أثرياء لو كان في الجرة الذهب بدلا من القمح. لا تصرخي. أنا لا أصرخ. اسمعيني جيدا، اجمعي بقايا الفخار المكسور، قد يأتي أحد من رفاقنا إلينا في زيارة ويكتشف أن بقايا الفخار تشبه البقايا التي عثرنا عليها أثناء الحفر. معك حق، سأفعل ذلك حالما ترحل. أتريدين شيئا؟ لا، مع السلامة، انتبه لنفسك. فرغ الماء من الشاحنة، أصبح هناك ما يشبه البركة أمام الباب. سأجمع بقايا الفخار المكسور وسط هذه البركة، قد يأتي الأولاد ويعطلوني. ألقيته قبل شهرين، أصابه الماء فنبتت حباته. يا رب السماء، تبدو سنابل ممتلئة. الحمد لله على السلامة. شكرا لك. أين الأولاد؟ في الداخل في حديقة البيت الخلفية يلعبون. أحضرت المعلبات التي طلبتها منك؟ نعم. نسيت أن أقول لك، اتصل بك المهندس الزراعي أدهم. ألم يقل لك ماذا يريد؟ لا، قال فقط إنه يرغب في زيارتك. حسنا، سأتصل به فيما بعد، إنه رجل نشيط وشهم، وهو مهندس زراعي ناجح. لو كان حظه جيدا
لقدم للبلد خبرة متميزة. فعلا إنه رجل طيب ومهذب. سأساعدك في أخذ الأغراض إلى المطبخ. هات. هيا. سنابل كبيرة ملأة. غريب، كيف نبتت بهذه السرعة؟ ربما تسرعنا بإلقاء القمح هنا. وماذا كان بإمكاننا أن نفعل؟ معك حق. سيأتي المهندس الزراعي بعد قليل. ما رأيك لو أريته هذه السنابل؟ لا مانع عندي، ربما كانت ظاهرة جديرة بالدراسة. أبي، أبي. نعم. أحمد يشاغب كثيرا ولا يترك لي فرصة للدراسة. سأرى هذا المشاغب. اسمعي، ادخلي غرفتك، يجب أن تتفوق في الثانوية هذا العام، ولن أقبل منك بأقل من الدرجات المطلوبة لكلية الطب. سأفعل إن شاء الله يا أبي، سأفعل. أحمد، أين أنت؟ اسمع، دع أختك عايدة تدرس ولا تشغلها. حاضر يا أبي. اتصلت بك ولم أجدك. كنت في مهمة خاصة يا سيد أدهم. خير. على كل حال، أريدك في أمر هام، سأريك شيئا. خير يا خالد، خير. أتخفي شيئا؟ تعال معي إلى أمام الدار. انظر أمامك، ما الذي تراه؟ ما هذا؟ إنها سنابل ملأ بالقمح. أرى أنها قد لفتت نظرك بسرعة. غريب، إنها سنابل ذات حجم غريب فعلا. كيف حدث ونمت هكذا؟ ولماذا زرعتها أمام باب الدار؟ يا أستاذ أدهم، إنها قصة غريبة. لقد نبتت وحدها. نبتت وحدها هكذا أمام الدار؟ نعم. أخبرني يا خالد، أخبرني، ما هي القصة الغريبة التي تتحدث عنها وحول هذه السنابل؟ لا مجال لسردها الآن، ولكن ما رأيك لو نأخذ سنبلة من هذه السنابل ونعد حباتها؟ سأرى أولا جذر النبتة. يا إلهي، خيرا، كل هذه السوق تمتد من حبة واحدة؟ سأعدها. واحد، اثنان، ثلاثة، من حبة واحدة؟ ستة. إنها سبع سنابل من حبة واحدة؟ معقول؟ يا إلهي، سأخذ سنبلة منها. نعم، خذ سنبلة أنت وسأخذ سنبلة أنا، وسنعد حبات كل منها معا، ما رأيك؟ تمام، هذا جيد. غريب فعلا، يتراوح عدد حبات السنبلة الواحدة بين 80 و100 حبة، والحبة كبيرة، تبدو غنية ومن نوع غريب من الحنطة. تبدو معجبا بهذا القمح. إنه قمح غير عادي، غير عادي. كيف حصل ووصلتك هذه الحبات؟ أخبرني. كما قلت لك،
لها قصة غريبة. اسمع يا أدم، نحن صديقان منذ مدة طويلة. بالطبع، سأحكي لك سرا خطيرا بالنسبة لي، ولكن عدني أن يظل السر بيننا. أكيد، هذا أكيد. أمعقول أن تأتمنني على سر وأبوح به؟ أنت تعرفني جيدا. نعم، ولأني أعرفك جيدا سأحكيه لك. إذن لا تتردد. لن أتردد. اسمعني جيدا، لسنابل القمح الغريبة هذه سر. قد تستغرب لماذا قلت لك إنه سر خطير، ولماذا يشكل خطرا بالنسبة لي، ولكن لا بأس، ستفهم كل شيء. احكي يا خالد، احكي ولا تتردد. عثرنا على جرار فخارية مكسرة. جيد. وعثرت على جرة صغيرة، اعتبرت أن فيها نهاية كل شقائي ومتاعبي. وقد أخفيتها عن أعين الجميع وخبأتها في مكان آمن. واستمر الحفر يا خالد رغم ظهور تلك الآثار؟ لا بالطبع، توقف الحفر وسلمت المنطقة بكاملها لمديرية الآثار، وقد جلبت جرة الكنز كما كنت أتخيلها، وأنا أكاد أتحرق شوقا لرؤية الذهب داخلها. وماذا كان بداخلها؟ دخلت أنا وسها وأغلقنا الأبواب واتخذنا كافة الاحتياطات حتى لا يكشفنا أحد. جيد. وكسرنا الجرة أخيرا. أتصدق ماذا رأينا بداخلها؟ شوقتني يا خالد، شوقتني، تكلم. رأينا كمية من القمح كبير الحجم. أتصدق؟ وماذا فعلت بها؟ ألقيتها خارجا بالطبع. هل كان القمح نادرا في تلك الأيام حتى يخبئ كمية منه في جرة مغلقة من الفخار؟ وتلك السنابل من الحبات التي ألقيتها؟ نعم. يا إلهي، أمعقول؟ إنه قمح مخزون يعود لأكثر من 3000 عام. لو لم أعتقد بوجود كنز في تلك الجرة الفخارية المغلقة ما لجأت لهذا الأسلوب في سرقتها وإخفائها. لو كنت أعلم أن بها قمحا لما انتشلتها من أرضها، ولكانت الآن محفوظة بما فيها في متحف الحضارات القديمة في المنطقة. أتعلم؟ ربما عد الذين دفنوها بقمحها أنهم يدفنون كنزا ربما أغلى من الذهب عندهم. معقول؟ المعروف أن الفينيقيين كانوا يعرفون الزراعة جيدا، وكانوا يصدرون الحنطة أيضا إلى بلدان بعيدة، فلماذا أخفى صاحب الجرة القمح في داخلها ودفنها؟ ربما كانت إحدى جرار المؤونة التي تخبأ بعيدا عن الحرارة والرطوبة، فالفخار يحمي جيدا. خالد، رغم أنك تقرأ الكتب ولديك علاقة بالثقافة، إلا أنني مستغرب من الطمع الذي أظهرته بعيدا عن الانتماء لبلدك في وقت يتكاثر السفلة من كل أصقاع الأرض لقتلنا ولنهب تراثنا ولتدمير ذاكرتنا. أنا
لا أعرف ماذا أقول، أنا آسف. لا عليك، لا عليك. بجميع الأحوال أيمكن أن أخذ سنبلة من هذه السنابل وأحتفظ بها؟ بالطبع يمكنك، ولكن عدني يا أستاذ أدهم ألا تبوح بسري لأحد. أنا بصراحة أخجل من نفسي. أعدك لا تقلق. يا أدهم، أراك بشوشا؟ ظفرت بأغرب عينات يمكن أن يصادفها إنسان. انظري انظري، أترين هذه السنبلة؟ نعم، تبدو سنبلة كبيرة ممتلئة. إنها تحمل حبات من القمح ظهرت من حبة يبلغ عمرها آلاف السنين. ماذا تقول؟ سأحكي لك القصة دون أن أدخل في تفاصيلها، ولكن أولا أعطني ذلك الصحن هناك. تفضل. شكرا، ضعيه هنا. أتريد أن تفرط حبات السنبلة؟ نعم، وسأعدها. سأشاركك في العد. ها، 1، 2، 3. سبحان الله، إنها 90 حبة قمح بالتمام والكمال، وهي حبات كبيرة وناضجة. ماذا ستفعل بها؟ أفكر في أن أخذ حبة وأقوم بفحصها في المختبر أولا، وبعد ذلك سأقوم بمشروع العمر. سأزرع الحبات الباقية وأجري عليها بحوثا. إنها حبات متميزة، ربما أغنت أصناف القمح الوطني بصنف جديد فاعل، ربما كان أحد الكنوز التي ستعطي الناس الخير والخصوبة. ألن تطلق عليها تسمية؟ ما دامت ذات أصل فينيقي، لما لا تطلق عليها اسم قمح عشتار؟ فعشتار رمز للحب والخصوبة. ربما كنت محقة، ولكن ما زال الوقت مبكرا على التسمية الآن. يجب أن تستفيد منها يا عزيزي، إنها فرصة نادرة، فتحت أمامك المجال لتطويرها واستغلالها في الاتجاه المناسب لخدمة البلد. نعم، معك حق. ووضع حبات القمح في زجاجة أغلقها بإحكام، وتمدد على السرير يحاول النوم دون أن يستطيع، فما حدث كان ساحرا مذهلا. وظل يتقلب في فراشه لعدة ساعات، واستيقظت زوجته وحاولت أن تجعله ينام دون نتيجة، وأخيرا غفى. كأنني أسير في مرجان أخضر. هناك فرسان قادمون نحوي. هاي، هل سننصب خيامنا هنا يا مولاتي؟ لا بأس، يبدو مكانا مريحا. أجل، إنه جميل، يبدو مكانا حسبا يا مولاتي. هاي، توقفوا أيها الفرسان، توقفوا. هيا يا رجال، انصبوا خيامكم هنا. حاضر حاضر يا مولاي.
تبدين متعبة، أتشكين من شيء؟ لا يا خالة أنا بخير، ولكني خائفة على الجواد، يبدو وكأنه مصاب بمرض ما، إنه يرتجف ولا يقوى جيدا على حملي. طبيب البلاط سيتولى أمره، سأساعدك في النزول، هيا يا مولاتي. أترين يا خالة الجواد يرتجف؟ معك حق. اسمع أيها الفارس. نعم سيدتي، بماذا أستطيع أن أخدمك؟ أرسل في طلب طبيب القصر ليعاين الجواد، يبدو أنه في حالة سيئة. سأفعل سيدتي. أريد أن أطمئن عليه، عجل في استدعاء الطبيب. أمر مولاتي الأمير. أترين يا خالة الموسم هذه السنة يبدو وفيرا، انظري انظري إلى سنابل القمح الملأة، إنها تتكاثف لتغطي وجه الأرض. انظري يا خالة، كأن أحدهم يتلصص علينا. معك حق. أيها الفارس. نعم يا مولاتي. ابحث في حقل القمح هناك، هناك من يتجسس علينا. سأفعل يا مولاتي، تعال معي. ماذا تريدون مني؟ لماذا هذا الحصار؟ لست أملك سلاحا، فأنا لا أعرف القتال ولا أعرف استخدام آلات الحرب. تعال إلى هنا أيها الجاسوس، ماذا تفعل هنا؟ أنا لم أفعل شيئا، أرجوك يا مولاتي أرجوك، أنا لم أفعل شيئا. ولماذا كنت تتلصص علينا؟ وجدت نفسي هنا، لا أعرف كيف جئت إلى هذا الحقل، أنا من عصر يختلف عن عصركم. فعلا تبدو غريبا بهيئتك ولباسك الغريب، اقترب من هنا. حاضر يا مولاتي حاضر. ماذا تحمل في جيبك؟ مفاتيح ونقود ورقية. وهذا السوار؟ ليس سوارا، إنها ساعة تضبط الوقت. ومن أين حصلت على هذه الأشياء؟ أحملها معي دائما. رغم جمالها الساحر تبدو وكأنها لا تعرف شيئا عن هذه الأشياء التي أحملها. اسمعي يا خالة، ما رأيك لو عرضنا هذا الرجل المجهول على والدي الأمير عندما يصل إلينا من رحلة صيده؟ يبدو فعلا أنه لا ينتمي إلى عصري. حمدا لله على سلامتك يا أبي. سلمك الله يا ابنتي. هل أنت بخير يا ابنتي؟ نعم يا أبي، فقط ما زال حصاني يعاني المرض، وقد أرسلت في طلب طبيب القصر. عظيم عظيم يا ابنتي، ماذا يفعل هذا الغريب هنا؟ عثر عليه الجند بين سنابل القمح، لم يكن يحمل شيئا سوى ما يثبت شخصيته، وهي غريبة الشكل أيضا. اقترب من هنا يا رجل، قل لي من أين أتيت؟ جئت من عمق التاريخ في زيارة لكم، قد تكون مفيدة تماما. مفيدة؟ ألا تنوي الخروج من هذا الزي الغريب؟ لست من عصركم أيها الأمير. نعم نعم نعم، أنت من عصر لم نصل إليه بعد، تفصلنا عنه سنوات، ربما مئات السنوات وربما الآلاف. نعم نعم نعم، ولكن لم تثبت بعد أنك لست جاسوسا، خذوه إلى السجن. لا لا، أنا لم أفعل شيئا لم أفعل شيئا. أبي اتركه هنا ما دام لا يقصد بنا السوء، أرجوك يا أبي. سأفعل يا ابنتي سأفعل، ولكن قبل ذلك أعطيه بعض القمح. نعم إنه رمز الخير، ساعدوني في جمع الحبات أيتها الصبايا. حاضر يا مولاتي. أصبحت الكمية مناسبة، خذ هذا الكنز
وعد إلى بلدك. هيا اركبوا حصانا ولينطلق بأقصى سرعة. سنفعل يا سيدي، هيا بنا، هيا انطلق. كأنني أرى نفس السنابل. يا إلهي، إنها رسالة من الأجيال السابقة إلينا. كنز الأرض هو الحب، إنه أغلى الكنوز. ما بك؟ خيرا؟ كنت أحلم أني كنت مع أصحاب القمح، مع الفينيقيين. سأزرع هذا القمح وأنتبه إليه ولن أهمله أبدا. أدخل ماهر ومعروف. أتريد شيئا آخر؟ لا لا، شكرا لك. صباح الخير مهندس أدهم. لقد جئنا بناء على الموعد. اجلسا هنا. يا أبا فارس. نعم يا أستاذ. أحضر لنا 3 فناجين من القهوة. حاضر أستاذ أدهم. اسمعني، إنه مشروع غير عادي، مشروع استثنائي فعلا. سنجرب قمح الفينيقيين الذي حفظ في الفخار لأكثر من 3000 سنة. 3000 سنة؟ نعم، وسيكون هذا هو مشروع بحثنا المقبل. عد هذه الحبات يا ماهر. هل أشاركه بالعد؟ لا بأس لا بأس. إنها حوالي 100. أريد عددا مضبوطا. 89 حبة قمح. نعم، وسنزرعها في هذه المشاتل، ولن نسمح لأحد بإزعاجنا. ستظل تحت سمعنا وبصرنا، نراقبها وهي تكبر، وسيكون نتاجها كنز الخير الذي سيجلب إلينا ولبلدنا السعد والرفاه. إن شاء الله. وأنا سأجهز المشتل جيدا، سأحضر تربة وأنظفها. وأنا سأساعدك يا أستاذ معروف. وزرع الخبير الزراعي حبة الحنطة الفينيقية، وتفتحت الحبات عن سنابل عديدة امتدت في المشتل كبيرة منتصبة، وظل ومن معه من الدارسين يهتمون بها ويعتنون بها ويدرسون أطوار نموها. ورأى ذات ليلة حلما آخر، كانت الأميرة الفينيقية تبتسم له وهي تقدم له كمية من القمح ملء كفيها. كان يتناول بيديه سعيدا مشرقا بالتفاؤل، وقد شعر أن القمح النامي في المشتل يمثل كنزا عزيزا أثمن من كنوز الدنيا. في الأسبوع المقبل نلتقي مع ظاهرة جديدة. إلى اللقاء. كانت حلقة اليوم بعنوان أغلى من الذهب. ظواهر مدهشة. المخرجان المنفذان أمير دياب وفراس عباس. وتحية من الدكتور طالب عمران والمخرج مازن لطفي. ¶¶